استهدف فوج المدفعية في الفرقة الوسطى التابعة للفصائل المسلحة المتواجدة في ريف حماة الغربي تجمعات قوات النظام في بلدة أصيلة، وجاء هذا الهجوم ردا على استهداف قوات النظام بلدة جرجناز في ريف إدلب. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا بلال الغاوي. مشاهدي قناة اليوم الفضائية، أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن بريف حماة الشمالي برفقة مقاتلي الفرقة الوسطى، يقومون الآن بتجهيز عدة صواريخ لاستهداف قوات النظام بريف حماة الشمالي ردا على المجازر التي يقوم بها قوات النظام في بلدة جرجناز. نحن فوج المدفعية بالفرقة الوسطى نقوم باستهداف معاقل النظام ردا على المجازر التي ارتكبها بحق أهلنا بمدينة جرجناز. إذا كما شاهدتم مشاهدي قناة اليوم الفضائية، تم استهداف مواقع قوات النظام ببلدة أصيلة ردا على مجازر قوات النظام في بلدة جرجناز. كان معكم بلال غاوي، قناة اليوم الفضائية، ريف حماة.